بدل لا ادرس في 4 ساعات ادرس في نص ساعه. قالت له لا يعطوني هذا الشراب. فرحت اشوف الشراب اللي هو كان الايودين من تنظيف الجروح. يعرض نفسه حق الخطر على اساس مصلحه العامه للناس، على اساس يبين حق الناس يكون اولهم. كان في صار في تغيير في البعثات، كان من الاشياء الغريبه في حياتي. صارت عمليه ما احب انه تكون في عمل واحد، الصيد ليس بالصيد العادي، كان صيد الاحترافي بالنسبه، كان كانها مهمه رسميه، التربه كانت لازم تشم وتعرف بالضبط. في البي مانجمنت او احنا نسميه معالجه الالم، دافع عن المريض او تضمن حقوقه، وهذه من الاشياء القليل واحد عامه انه هو يعني يسويها. نفخر فيهم كشعب البحرين عامه. يعني انا ما اعتقد اني شخص يمكن يكون مختلف لهالدرجه، انا انسان بسيط واحب هذه البساطه عامه في يعني في حياتي. نشأتي كانت رجل يعني خلينا نقول طفل بسيط، في نشأت في منطقه البسيتين في المحرق، وانا من اهل المحرق القدامى. ويعني نشأتي في بيت متواضع، ولكن كان يعني هذا البيت المتواضع وكأنه قد ملكني ما في الدنيا وغيرها. يعني كنا الحمد لله رب العالمين ان تعلمنا في ذاك الفتره واحنا صغار، تعلمنا الرضا بما احنا عندنا. وكنا نشوف، وانا عشت يمكن في الفريج، كنت محظوظ جدا ان انا في فريج على قولتهم من فرجان البحرين القدامى، بحيث اني يعني ايام المدرسه في الابتدائي واروح على طول على البحر، كانت اغلب انشطتنا موجوده في البحر. كل انشطه يمكن الناس البحرينيين اللي يعرفونها القديمه في قضيه صنع الراد، وهي عباره عن كذي جزء من الخشب نيمعه ونسوي لنا يعني شيء شي عائم وندخل فيه البحر، سباحه بشكل يومي، صيد. رجل عشت في البحر من وانا صغير، يعني لان اهلي وتاثري بجدي وتاثري بالناس اللي كان دار مدار كلنا نروح تقريبا انشطه في البحر بعد المدرسه. كذلك نشأتي في منطقه بسيتين اعطتني ان مثل ما خبرت بعض الالعاب الشعبيه كانت موجوده انا في صغري. يعني اطلع العب مثلا التيله، الدوامه، اللي يسمونها السليلينجو او يسمونهم في بعض المسميات القبيله، كانت بعض اللعبه قديمه عندنا العاب، والله حتى نسيتها من كثرها، ولكنها العاب شعبيه ما مش احد عامه يلعبها الان، ولكن كانت هي اصيله واصلت فينا. يعني ان هذا الفريج الجميل في اليوم تولدك يطلع برا على الشارع تخاف عليه وتتلفت، لان تحس ان في ناس غرب وممكن يعني ما تامن عليه. انا عشت في فريج اول ما تطلع لين ترجع بيتك وانت مامن، لان كل الفريج عباره عن اهلك، كلهم ناس بيهتمون بك. فطلعتنا داخل الفريج واللعب للالعاب الشعبيه القديمه ووجودنا للبحر كان جدا مؤثر بالنسبه لي، وكان كان البيت ليس بس فقط البيت اللي انا عايش فيه، ولكن بيت الحي كله كان هو عباره عن بيت كبير، كانه حوش كبير تلعب فيه وبامان من دون هناك اي يعني مشاكل. فنشأتي وانا صغير مثل ما خبرت في المحرق في منطقه البسيتين على البحر مباشره، تاثري او نشأتي وانا صغير كنت قريب جدا من كبار السن. يعني انا كأقول لك جدي كان جدا ياثر فيني، وكنت يعني مصاحب له من وانا صغير، ولذلك عامه اروح البحر معاه وتعلمت يعني الصيد وتعلمت يعني كثير من الهوايات الرئيسيه الموجوده بس فقط في البحر، مثل الغوص، ويعني والصيد ليس بالصيد العادي، وكان صيد الاحترافي بالنسبه للقديم، لانه كانت لما يروحون لصيد سمك مثلا مع الجد رحمة الله عليه، كان كأنها مهمة رسمية، مو يعني أنت رايح بس وناس مثل الحين، لا، فيها قياسات لعمق البحر، فيها التربة كانت لازم تشم وتعرف بالضبط، يعرف المكان اللي فيه يعني السمك وأنواعه بالضبط ووقت الصيد. فكان في متعة غريبة لأن أنت تدخل باحترافية، فأعجبت بهذا الأمر. طبعا الفترة الأولية من بعدها درست انا مثل ما خبرتك يعني في مدرسه يمكن بسيتين الابتدائيه، وبعدين في مدرسه اسمها مدرسه عمر كانت في محرك في فريج بن هندي، وبعدين مدرسه العريق اللي هي الهدايا، وتخرجت من الهدايا. والحمد لله رب العالمين، انا يمكن الله يعني فضل من رب العالمين بان من بدايات يعني عمر وانا صغير كنت يعني من المتفوقين
في الدراسة، وكان من الشيء الطريف أن الناس ما تعرف أن أنا متفوق أخوي أنس، يعني هي ما حد هي القصد، لأن أنت لما تروح المدرسة ويشوفون شخص يعني الطفل كله إلى حد ما إحنا نقول هايت، مو هايت لأن أنت كله في البحار يلعب، أنا كنت ألعب كذلك، كنت ألعب طائرة في نادي بسيتين، فما كنت يعني الوقت اللي الدراسة كانت تشغلني وايد، أنا شخص أحفظ بسرعة ويعني ممكن أدرس، بدل أدرس في 4 ساعات أدرس في نص ساعة، وهذه كان لازلت للحين يعني ما شاء الله والحمد لله هذه يمكن يعني من فضل رب العالمين علي، فكان كنت أقدر أروح وأعيش مع يعني خلنا نقول كامل أكتيفيتيز أو كامل أنشطة من دون لا تأثر فيني لهالدرجة بالنسبة للدراسة، فكنت أجيب علامات متفوقة، لذلك ما أمنع عن أي نشاط من قبل والديني أمي ولا أبوي، ولا أمنع من أي مكان بروح، أنا صارت عندهم ثقة بأن أنا يعني أركز في دراستي حتى لو في وقت قصير، ولكن أحصل يعني في الوقت القصير ما يكفيني لأتفوق في الدراسة، فالحمد لله رب العالمين تفوقت في 3 مدارس في الابتدائي، يعني كانت مدرسة بسيتين، مدرسة عمر، مدرسة قديمة معروفة عمر الخطاب، وبعد مدرسة الهداية طبعا معروفة جدا، وتخرجت من ذلك في كان علمي، كان تخصص أول كان عندنا تخصص كيمياء وأحياء، أعتقد الحين ما عفرت تغيرت يمكن التخصصات. صارت كم كانت تخرج؟ 1990، وأنا للأسف يعني كانت يعني لحد الآن أذكر 1990 صار طبعا الغزو الغاشم في ذاك الفترة على الكويت في 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 في, في أغسطس، أعتقد كان 2 أغسطس شهر 8 2/8 اعتقد تي بالتفصيل، لانه كان الموضوع اللي كنت رايح للدراسه من بعدها، كنت المفروض ان ادرس طب حتى في الكويت، كان اذكر كانت اول بعثه كانت موجوده، بعدين حولت من الكويت بسبب الاوضاع اللي صارت او الغزو اللي موجود، وحصلت بعدين بعثه في السعوديه الحمد لله، اللي يعني اكرمنا رب العالمين كذلك بالدراسه هناك فيها، ولكن يعني في خصوص الدراسه يعني والعلاقات اللي موجوده معاهم من بعدها الحمد لله، عقب الثانويه تخرج كذلك معدل عالي وصرت من الاوائل على البحرين، وطرحت عده بعثات في ذاك الفتره، وكان لعل يعني انا اذكر كان في صار في تغيير في البعثات، من الاشياء الغريبه في حياتي صارت بأن يوم تخرجت أنا تخرجت بمعدل عالي، وكان ممكن يسمح لي أروح أي جامعة لحد ما في ذاك الفترة طب يعني أتخصص فيها، فأنا أذكر قدمنا على قبل أقدم على جامعة الملك فيصل اللي هي موجودة في السعودية واللي درست فيها، قدمت على يعني بعثة لجامعة الخليج كانت في توها في يعني جامعة الخليج نفسها، وبعدين غيرت سلمك الله التخصص، يعني ما غيرت الطب ولكن غيرت الترتيب، يعني فقلت بدل بروح جامعة خليج بروح كويت في كلية الطب، وبعدين قالوا لنا فالظهر صار في هناك خطأ، فطلعت للبعثة أذكر لحد الآن كان تكنولوجيا طبية في كويت، فقلت ليش أنا كنت مفروض أروح طب ليش تكنولوجيا طبية في كويت، فقال لا هذا اللي انت يعني اخترته، قلت انا ما اخترت هذا الشيء، صار فينا خطأ في البعثات وغيره، وانا يعني المفروض كانت البعثات هذه تكون سهل ان انا احصل عليها، حتى كانت في جامعة الخليج، وجامعة الخليج جامعة عريقة يعني بالعكس ولها مكانات الان، في ذاك الوقت كان توها في البداية لين طبعا، فتخيل في ذاك الوقت انا اعتقد انه صار لم بسبب التغييرات هذه ما حصلت البعثة، وكنت جدا مستاء ان انا ما حصلت البعثة، إلى أن تم الإعلان عن جامعة الملك فيصل، الآن سموها جامعة الإمام ومرة سموها جامعة الدمام، أن هناك في بعثات في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية واللي بيقدم عليه، وقدمت على الطب والحمد لله كذلك اجتزت امتحان اللي هناك وتوفقت، اللي كان لي أنا واستهوائي وفعلا أن أكون طبيب، يعني كان هذا شيء يعني بعمق أن كنت يعني مخلية في البال، ولعل هاي من الأمور يعني اللي أنا حطيتها كطموح بالنسبة لي، والحمد لله رب العالمين وفقني فيه، ولعل أنا يعني اختياري للطب يعني من بداياته حتى من أيام الثانوي كنت أفكر في الطب، لأنه كنت أحتاج أنه يعني هناك علم، وذي العلم أنه يصير لي له علاقة بحياتي وبالمجتمع وخدمة الناس، وكنت جدا يعني في بالي إن يعني هذا يمكن يكون طريق كبير، لأن الطبيب عامة بما يحمل عامة من رسالة، ليست رسالة فقط علاج وعمل ولكن لها رسالة إنسانية،
وطبيب يعني يسمونه في 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 بعض الدول الحكيم، وتعرفه يزاد حكمة، لأن العلم نفسه اللي يعطيك الطب مختلف عن أي علوم عامة ثانية، وأنا أسميه يعني كأنها من العلوم يعني كذي الشاملة، يعني ليست عامة كعلم واحد فقط تتعلمه، كأنه بحر تتعلم فيه أكثر العلوم، ولعله بوابة علوم ثانية غير ممكن أن تستفيد منها، سواء علوم بما تخص مجتمعك اجتماعية، أو علوم يعني إنسانية، أو علوم طبعا علمية أكيد واضحة، أو علوم حتى دينية وإيمانية، وهذه كلها تتغير في شخصية الشخص. ويعني الله وفقني في جامعة ميفيتس، كان جامعة جدا ممتازة، ويعني ودرس في السعودية، وكان ذاك الوقت أول ما كان يشغلنا في السعودية، يعني أنت الوضع ما كنا متعود، إحنا في البحرين كانت شوية بسهولة وأوبن وايد فيها أشياء، وكانت المملكة العربية السعودية على ذاك الوقت ما كان فيها من الأنشطة اللي الواحد يقدر يروح، لكن يعني يمكن السعودية رحت فيه في وقت دراستي في كل منطقة فيه، أنا ما كنت أحب أقعد في مكان، فأنا كنت في الشرقية، لكن تلقاني في الويكند أروح على طول، كنا أول تعلمنا على العمرة وغيره بالسيارة، وعقب حتى خميس مشيط في الجنوب كنت أروحها بالسيارة، الشمال نفس الشيء، أبها طبعا أكيد رحنا الباحة. أنا أعتقد ما في منطقة في السعودية في كل مناطقها ما رحت وأنا طالب، وهاي كنت خلاف الطلاب الثانيين، يعني يوم صارت عندي سيارة ولا أيام ما كانت عندي سيارة، ويعني كنت يعني مع الوالد أعطاني السيارة، وبعدها يعني شرالي كذلك سيارة يمكن سنة ثالثة وقيرة، فصار خلاص ما من شيء يودني في ذاك الوقت، لو حصل لي فرصة ساعة يعني أخوي أنس كنت مثلا في الشرقية ساعات أطلع من الشرقية عقب الجامعة أروح الرياض وأرجع في نفس اليوم. فنفس الموضوع ان انا في كليه الطب احتاج وقت اكثر، احتاج اني اذاكر، الانشطه دي اللي برا تكون قليله لان احنا كتبنا كثير تحتاج لها مراجعه، تحتاج لها تعب، لكن الحمد لله كانت نفس السياسه، كانوا يشوفوني العب طول الوقت واروح وما اخلي وقتي حتى ليله الامتحان، ولكن يوم الامتحان الحمد لله يجيب درجات عاليه. والقاصد فيه نفس التطبيق بالضبط، أنا كنت أدرس متواصل، يعني كلية الطب إذا عندي امتحان يوم ثاني يعني ممكن أدرس مدة 10 ساعات من دون توقف إذا كان عندي مادة طويلة أو عالية، ولكن أوزعها على حسب اليوم بحيث أن يكون عندي راحة، لازم بحيث أن يكون عندي مثل وقت الصلوات تكون عندي راحة، وقت الغداء وغيره تكون عندي موجودة راحة، ولكن انا انام مده طويله غير كانوا يعني مثلا انا نوم كافي، وانا الحمد لله الاشياء اللي يعني بعد نفس الشيء وانا الله اعطاني اياها من ذاك الوقت ان انا نومي قليل جدا، يعني انا كنت انام فقط 5 ساعات في اليوم ويكفيني، فاذا نام 6 ساعات 7 ساعات هذا يعتبر عندي انا فل تشارج كذي، ممكن يعيشني يومين من دون لا انام فيها، فاكون يعني الفتره النوم القليله هذه ارتاح فيها وايد، انا ساعتها خط مده 10 دقائق ربع ساعه تعطيني من النشاط كأني نايم 6 ساعات، فأقوم نشيط. فلذلك لما كنت في الجامعة مثلا أنام أقعد الصبح لازم أكون مع روحي كفاية من النوم قول 6 ساعات، وتم أدرس حتى لو في النص احتجت أن أنام 10 دقائق ربع ساعة بعد بتكفيني حق 6-7 ساعات اللي بذكرها من بعدها، ولكن كان مثل ما الحمد لله أنا عندي شوية يعني الحفظ يعني سهل وخل بالنسبة لي، فذلك الدراسة كان سهل والفهم كذلك يعني أكثر، وهذه يعني اللي خلانا كذلك تفوق الحمد لله في كلية الطب. بعد طبعا كلية الطب تخرجي كان تقريبا في 96، خدت سنة الامتياز في مستشفى، في عدة مستشفيات، في مستشفى بديت في السعودية يمكن 2-3 شهور لتدريبي هناك، وبعدها رحت على مستشفى قوى الدفاع البحرين وخلص في سنة الامتياز، وكملت عندهم تقريبا 1.5 سنة في الحدود بعد كذلك من التدريب، وبعدين التحقت ببرنامج طب العائلة في وزارة الصحة، هذا كان سنة 98 شهر 2، وفي 4 سنوات طبعا هم مدة هذا البرنامج تتخرج أنت تكون أخصائي أو استشاري في تخصص طب العائلة، كان هو برنامج فيه العرب بورد في المجلس العربي وكذلك في الشهادة الإيرلندية، وهو يعقد في البحرين، هو من أنجح البرامج الموجودة عندنا في البحرين، والحمد لله كذلك توفقت، وبعدها طبعا خلص البرنامج، وبعدها بعد اخذت شهادات فيلوشيب في البي مانجمنت او اللي احنا نسميه معالجه الالم، واخذت هذا الشيء، وبعدين صرت استشاري عقب 2 سنين. شيء اللي انا في عملي ما احب ان اتم في عمل واحد، انا يعني في طبيعه ان
مو ملول، ولكن أحب أن يعني يكون في عندي إنجاز في أكثر من مكان. فكنت في الرعاية الأولية يعني أول ما تخرجت، وبعدين أخذت الفيلوشيب، وصلت بعدين استشاري في المركز استشاري طب عائلة، وعملت في عدة مراكز صحية خلال تدريبي، ولكن عملي الرئيسي كان في مركز حمل كونو في الرفاع. وهذا نتكلم من سنة يمكن 2001 لسنة 2003 أو 4، لا امتد لي 2005. درست عدة دراسات بروحي لوحدي، فأخذت شهادة في أمريكا، وهذه الشهادة عبارة عن يسمونها patient advocacy أو محاماة ومرافعات المرضى، وهو تخصص عامة فريد شوي من نوع أن أنت تأخذ تخصص في قضية كيف تدافع عن المريض أو تضمن حقوقه، وهذه من الأشياء القليل واحد عامة أنه هو يعني يسويها. لذلك يوم رجعت أنا قدمت بحث، أذكر في الكويت في زيارة لي، بعدين قدمت بحث في البحرين، وذاك الوقت يمكن كان ساعة الوزير كان أستاذ خليل حسن، ففترة بسيطة كانت الدكتور مريم جلاها موجودة، فدخلت على يعني شجعوني أنه يكون في مكتب لعلاقات المرضى، وهذا الآن كنت مختارها، يمكن يعني تم إنشاء معاي مع الفريق اللي كان موجود معاي، كان بخير كانت أستاذة ليلى صبعي، أستاذة أنيسة، وأم إبراهيم الله يذكرها بخير، هاجر. بدينا يعني أنا طالع من الرعاية الأولية رايح على الرعاية الثانوية، كان مختلف شوي، فسويت لي عيادة يسمونها انترميديتا، وهي عبارة عن عيادة متوسطة بين الرعاية الأولية وبين الرعاية الثانوية، إضافة إلى مكتب علاقات المرضى اللي هو البيسك مالك بيشنت أدفوكاسي أو محاماة ومرافعات المرضى. بدينا في مكتب كنا قاعدين كلنا في متراكمين في مكان سردين صغير جدا، وهذه كان مو يعني مشجع لشخص توا يعني عنده طموح ومتخرج أنا كاستشاري، ما يليق بي إن أنا قاعد في ذاك المكان، ولكن كان أهمية هذا المسج أو الرسالة أنها توصل، وأنه يكون في أهمية مكتب علاقات المرضى يعطيك حقك كمريض، حق الناس، حقوقي عامة والواجبات اللي عليه، ويصير المنظومة الصحية لها علاقة كذلك منظومة قانونية بمنظومة عامة حقوقية بالنسبة حق المريض. هاي كانت مهم، كانت فكرتي لازم أسويها. وأنا فيني طبع يا أخي أنا سنة يعني عندي شوية تحدي، يعني إذا أحد يتحداني أو أحد يقول لي والله ما تقدر تسوي، أنا ما أرضاها أبدا. فلذلك يعني أي شيء فيه تحدي حتى لو كان ما أقدر أسويه أنا أتعلمه. والله تحدي، صار عندي تحدي مثلا سابق، والله أنت مثلا في كرة الطائرة مثلا، والله أنت لا ما بتلعب، لين تحديت نفسي وصرت كابتن كرة الطائرة نفسي، وصرت عقب على الفريق المتميزين جدا في حتى في الجامعة في البسيتين، وعقبها ليل الجامعة صرت عامة يعني من الناس المتميزين في كرة الطائرة. الرسم أنا ما أعرف أرسم، ولكن تحديت نفسي بعد تعلمت، لين تعلمت الرسم، ولا ممكن ارسم، معنا خطي مو حلو لهالدرجه، طبيب خطه مو لهالدرجه، لكن لما ما ارسم ممكن ارسم عامه مو بروفيشنال، لكن على الاقل عدلت عامه الوضع، معنا صعوبه هو موهبه تكون حفظ القران الكريم اللي الله اعطاني، فحفظت القران في خلال تقريبا 3 شهور يمكن في السعوديه، وكنت جلس في احد اذكار الاجازات الصيفيه ما رجعت البحرين، واحنا في الشاقيه كنت احب ارجع البحرين طول الوقت، ولكن ما رجعت البحرين يمكن حوالي 2 أو 2.5 شهر، كنت موجود في مكة، والحمد لله رب العالمين الله وفقني وحفظته في فترة تقريبا 3 شهور. كان تحدي لنفسي وتحدي يعني إنه، وهذا مو بس تحدي لكنها أعتقد توفيق من رب العالمين. كذلك الحفظ الحديث يعني 800 حديث إلى 1000 حديث، هناك في تعرف أنت لما تتكلم غير تشوف ساعات يعني بعض الأمور ودك تنافس فيها، ودك تاخذها من باب التحدي، وكذلك يعني زيد فيها على 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 نفسي. فالجامعه خلصت من الجامعه، وبعد العمل طبعا في المركز الصحي، وبعدها عملي في مجمع السلماني الطبي، فتحت لي هذا المكتب، مكتب علاقات المرضى. بعد ما فتحت المكتب واشتغلت في السلمانيه، طبعا تعرفت على بيئه مختلفه عن المراكز الصحيه، واحنا اطباء عامه في يعني اطباء السلمانيه اطباء يعني كبار في خلينا نقول معروفين ولهم ثقلهم في المجتمع كذلك، ولكن الحمد لله رب العالمين هذه ما كسبني انه صار في ثقه ان انا اكون هناك يعني، واعطيت اداره السلمانيه في 2000 تقريبا و7 2008، وكانت يعني بتشجيع كبير من الله يذكره بالخير الاستاذ فيصل الحمار ابو نواف، كان وزير الصحه في ذاك الفتره، اعطاني ثقه في نفسي ودعمني دعم كبير، وصرت في ذاك الوقت سماني برئيس، كنت رئيس خدمات الإدارية، ولكن كان يسميني رئيس تنفيذي لمجمع السلماني الطبي. فبعد هذه كانت فرصة، لذلك في ذاك الوقت أنا قبلها بعد ذلك من التحدي، لأن أنا كنت أدخل يعمل أشياء
كنت أدخل أذكر المجتمع الاجتماعات فيون إداريين من خارج. فإحنا في الطب عندنا ترمينولوجي معين، عندنا في لغاتنا عندنا بعض الكلمات اللي إحنا نعرفها، الكلمات الطبية تعلمها أنت، ولكن في هناك مصطلحات وكلمات موجودة إدارية ما كنت أنا على خبرة فيها. فبعد ما خليت نفسي وطرحت لي الفرصة، أذكر بخير دكتور عبد الحي العوضي هذه بتشجيع كان في ذاك الوقت وكيل مساعد لنا، أني أدرس بعد إدارة طبية. فدرس إدارة طبية في جامعة الأيرلندية، أخذت ماجستير فيها، وهذا الشيء بعد أضاف لي الكثير بالنسبة حق التعلم كيف تعمت إدارة الطبية وكذلك إدارة المستشفيات، وأكملت من بعد الحمد لله كذلك أنه يعني في شهادة لإدارة المستشفيات من بعد كذلك الإدارة الطبية. فأنا عندي شهادتين الأكاديمية كPhD أو دكتوراه، وعندي كذلك شهادة الطب اللي هي كطبيب عائلة ومستشار أو استشار عامة في البين مانجمنت. بعد سلمك الله يعني عملي في السلمانية، طبعا في السلمانية صار من 2000 تقريبا حوالي 7 أو 8، وتدرجت من بعدها بدعم كثير عامة من الناس اللي دار مداري. وأنا أذكر الفضل كذلك لدكتور جاسم مهزع، بصراحة هذا شيء ما أنساه إياه، هو أحد الجراحين الاستشاريين كبيرين جدا على مستوى البحرين. هذا الشخص أنا من يوم أنا كنت يعني في السلمانية حتى وأنا توني جاي من المركز الصحي وما عندي الخبرة الكافية، ولكن كان ثقة كبيرة عامة فيه، إنه كان يعطيني بعض المهام الموجودة، والحمد لله بعمل مرة كنت أتوفق فيها. لذلك أنا هذا يمكن اللي خلاني شوي يفتح الناس تتعرف عليه، فصرت على رئاسة التنفيذية أو رئيس خدمات إدارية في السلمانية، وبعدها وكيل مساعد للمستشفيات. وهذا كان يعني كان الأيام صادق الله يرحمه الشهابي، وصرت كذلك وكيل وزارة من بعد. طبعا كنت وكيل مساعد مستشفيات في سنة ونص تقريبا، قضيت أكتنج حق وكيل مساعد الرعاية الأولية، كأنه الوزارة فيها حوالي 11,000 تقريبا موظف، في الحدود 5,000 موظف موجودين في السلمانية و 2,080 موجودين في الرعاية الأولية. من التحدي اللي أنا تحديته أن كنت خدت وكالتين في نفس الوقت لمدة حوالي تقريبا سنة ونص، لين عينوا أحد محلكان السابقة موجود الدكتور مريم، تحياتي الدكتور مريم جلاهمة، من الناس اللي درسون وتعلمنا منه الكثير. فصرت في ذاك الفترة يعني وكيل مساعد للرعاية الأولية والثانوية، ودخلت بعدين لبرنامج اللي هو الضمان الصحي اللي الناس الحين تتكلم عنه، وكان بدعم كبير من الشيخ محمد بن عبد الله اللي أنا في حق عامة في دعم لنا وقربة لنا. وهذا الشخص كذلك يعني أضاف لي الكثير وتعلمت منه الكثير، وهو مدرسة. وصلنا على النظام الصحي، فاشتغلت ذاك الوقت وكيل مساعد للاثنين، وفي نفس الوقت أنا اللي كنت بداية عامة البرنامج للضمان الصحي اللي اليوم نتكلم عنه، وهو في التسيير الذاتي للجهتين الرعاية الأولية والثانوية. ومن بعد عينت كوكيل وزارة، وأنا أعتقد يعني والحمد لله بين هاي فضل من ربي، لكن الدعم الكبير جدا لحد اليوم يعني هي ساعة الوزير السادة يعني فاقة بن سعيد الصالح، اللي أكن لها جدا يعني كل احترام. أنا هاي يعني هذه المرأة يعني خدمت في هذه الوزارة وقدمت الكثير عامة لها في هالوزارة، وخاصة إحنا هالفترة عامة اللي راحت مثل ما الناس تشوف. لكن هذا الشيء أنت لما يجيك الدعم كبير من الناس اللي حولك، خاصة الوزيرة تدعمك يعني، وفي ثقة كبيرة وتقدير بشكل يومي وشكر بشكل يومي، يخلي نحن نعيش كل يوم على قولتهم يوم بيوم. يعني انا يمكن قلت لك بمختصر عامة ليه اليوم، فهذه وظيفتي اليوم وكيل وزارة لحد اي نعم. وانا اعتقد يعني كثير منهم يمكن ان يكون فيناك اتأثر فيهم، ولعلي انا كذلك تأثرت بشخصيتي يعني الراحل المرحوم الله يرحمه الامير خليفة بن سلمان، ليس بس فقط بدعم، وهذا الدعم موجود يمكن من كثير من الناس، ولكن شخصية هذا الرجل كانت شخصية مميزة جدا، لأنه يجعلك قريب. أنت لما تطلع من عنده تحس أن أنت رفيج اللي عندك ميانة عليه أو تمون عامة عليه من كثر حب الناس فيه. وكان يتعامل معنا مثل ما خبرتك، يعني أنا لحين أذكر كنت يعني لحين ما تخرجت ونمت في البرنامج ضب العائلة، فكنا مر المجلس له في ذاك الوقت في قصرة للسلام عليه، يعني لما يكون مثلا في زيارة أو غيره، وإذا حصل وقت مر الصبح كان الاجتماع وكان مفتوح لعامة الناس، ما في أحد ما في محدودية لأن أحد إنه
يقابله. تتخيل أنت لما يجيك رئيس وزراء قبل ما يسلم عليك يسأل عنك يا ودي يدك بقوة، شو اسمك، وين أنت، من وين، شو اسمه. وبعدها ما ينسون يعني، ما هو راحل كذلك الشيخ عيسى الله يرحمه، أنا تلاقيت معه يمكن مرة واحد مرتين تقريبا في مستشفى الدفاع. أول مرة أنت بس يحفظ اسمك، المرة الثانية يحفظ اسمك، ما ينسى. رحمة الله عليه كذلك الأمير خليفة بن سلمان كان يعني يتذكرك في إذا أنت جيته مرة مرتين المجلس. ومرة قال لك، قال لا تقصر علينا أو خليك بتشوف أنت إيش كثر هاي فرحتي كانت ذي الكلمة، إن أنت من يعني أنت رجال لا عندك ذاك الوقت أصلا كنت أنا في منصب ولا حاجة، كنت طالب للحين ما خلصت، ولكن كنت مع ومكانت مع مجموعة من الشباب ربعي اللي إحنا رايحين نسلم. وكان يعني هو الراحل كان جاي من سفر وكان للعلاج، فرايحين نسلم عليه وانت شكر له بالسلام مثل ما نقول البحرين يعني. فلما يقول لك والله انت تكون، يقول لك خليك بتشوفه ولا تقصر عنه وخلي نشوفك، كان شيء بصراحه عود. فما خليته ذاك الوقت، وكنت كل مره لازم حتى لو كنت في في الدراسه استاذن، كنت من اذكر في البرنامج اطلع واقول لهم ترى بروح اسلم وبرجع اذا تسمحون لي. وكان طبعا بالعكس اسلم عليه في ذاك الوقت. فهو كذلك من الشخصيات البارزه للواحد عامه في حياتنا، متأثر فيني. وأنا بعد كذلك من بعد عملي طبعا، هذه من بعد عملي لا صار قريب جدا يعني، وكثير ويمكن أنا حضرت يعني كثير من المجالس وسالفنا معه وتكلمنا معه في كل مرة. طبعا أنت تتعلم شيء جديد في شخصيته في تعامله، وتعرف عمق هذا الإنسان عامة عن قرب. شخصية تأثرت فيه كذلك شخصية الأمير سلمان الآن بصراحة أبهرتني يعني. أنا يعني في يعني إحنا من السابق سموي العهد رئيس وزراء وقريب عامة من الجميع وقريب في عمرنا يعني تعرف أنت شباب وعنده ذاك الطموح والتطلع، ونعرف عنه الكثير، ولكن ما أعرف أنا في شخصيته يعني هذه العظمة اللي إحنا حسيناها عن قرب في وقت الكوفيد وما تعلمناه في هذه العملية. الشخص يعني عنده خلاص لهالديرة وهالبحرين، طيب غريبة جدا تخليك انت تتعلم منه وتستحي لما تشتغل تحس شغلك انت. الحين لما احنا نقول والله نشتغل احنا نشتغل 48 ساعة في 24 ساعة تقريبا، كنا نشتغل يعني مضاعف عن طاقتنا، هذا الرجل معاك يشتغل اكثر منك يعني. انت لما تروح تجتمع مرتين في اليوم الرجل يتابعك، وهو رئيس وزراء وهو العهد وعنده من الامور وعنده من خلنا نقول وعنده من التزامات كثيرة، في نفس الوقت يكون يعني طول الوقت موجود عندك، وطول الوقت خلنا نقول ممكن أنه هو يعني قريب من عندك. وغير بالشغلة المعلومات، احنا أول أيام في أنس كنا نتكلم كأطباء عامة نتحكى في الكوفيد ومعلومات عنه، في فترة قريبة في فترة بسيطة خلنا نقول يعني تعلم كل المعلومات وقرأ عن الكوفيد، صرنا كأطباء والله إحنا نخجل نتكلم معه يعني ما تعرف التفاصيل اللي تكلم عنها عن العلاج بالأدوية بالنسبة حق الفاكسين بالنسبة حق الفترة العزل والعلاج المرض بالتفصيل. فما كنا إحنا نيجي مثل ما تقول أنت ذاك الوقت أنت يعني تفلسف، ما في أحد وراك عنده معلومات وغيره، لكن اسمه رئيس وزراء كان عنده ذي المعلومات خلاصة في عمله كبير، حبه للبحرين كبير، حبه للشعب وتقديم الخدمة، هو مدرسة تعلمنا منه في هالفترة هذه. فأنا أعتقد يعني هذه من الشخصيات كذلك اللي أثرت عليه في حياتي يعني كثير، وللحين ما شاء الله يعني هذه تأثر وباستمرار. أنا أعتقد كثير من الشخصيات اللي إحنا مرت علينا وما بيغفل أحد، ولكن يعني كان منها بعضها. أول جائحة كنا معنا هي جائحة وأثرت علينا، ولكنها يعني نعتبرها نعمة في نفس الوقت على الشد اللي فيها، لكن هي كانت نعمة ان احنا مثل ما خبرتك واحد ساعة يتمنى يخدم الناس، وانا اعتقد هذه مجال عطتني لخدمة الناس اكثر. وصارت عندنا يعني البحرين الحمد لله وصلنا الى مستوى عالي جدا نفخر فيه بالاحترازات اللي تمت بالجهود اللي قاموا فيه كفريق بحرين. بصراحة هي يعني امور نفخر فيها بشكل يومي. حياتي في الكوفيد شوي كانت شوية فيه مشقة وفيه تعب، ولكن كان التعب المريح، المشقة الحلوة الجميلة اللي انت لما ترجع وتحط راسك تحس ان انت سويت اللي عليك ودك تسوي اكثر بعد. وما يهمك ان انت نومك قليل، ولا ما يهمك ان بعيد
كنا بعيد شوي عن أهلنا، بعيد عن الناس اللي قراب منا. أول أيام كانت من الصعوبة التعامل، أن أنت فيروس جديد وتخاف على أهلك، تخاف على الناس القريبين منك، أحبائك، لذلك أنت تمتنع عنهم أنك تشوفهم. ولما تدخل مثلا البيت، أنا والله عندي غرفة خاصة أروح أبدل فيها ثيابي، أخذ لي شاور بعدين أدخل، وكثير من الأحيان أعزل روحي عن أهلي. يعني إذا كان فيناك مخالطة في الأيام الأولية، كثير من الأحيان سلمك الله كنت أبات برا على البيت، على أساس أن إحنا أول لعملي، وكذلك لخوفة من المرض وانتقاله وغيره. أمي وأبوي لحد الآن، يعني أنا تعرف أنت لما متعود تحب مكبوك على رأسهم وعلى يدهم، تحاول أنك تلمهم، تلم أحبابك من بناتك وغيره، كانت عندنا صعوبة جدا في هذه، يمكن تكون من أصعب الأمور. أما الجهد اللي بذلناه مع الفريق بالكامل ومع العاملين في المستشفيات كان جهد كبير لكنه جميل جدا بصراحة. يعني الواحد لما يشوف الناس إيش كثر عندها في البحرين، يعني هذا الهم للعمل، سواء من العاملين حتى المتطوعين والناس اللي، يعني أنت ما صار في مثل ما تقول كأنها يعني حفل، كأنها يعني مهرجان كبير لهالبحرين مستأنسين فيه مع أنه جائحة. وحصلنا كذلك الناس واستماعهم للوعي البحرين ترى كبير ليس بالقليل، ونفخر فيهم كشعب البحرين عامة، والمقيمين الموجودين في البحرين كذلك كلنا صرنا مثل ما تقول، يعني صارت هناك في علاقة محبة كبيرة جدا، وصار في الهدف متوحد في البحرين أن احنا يعني نواجه أو نكافح هذه الجائحة. أعتقد قربنا صار أكثر في البحرين، ما ابتعدنا بالعكس أكثر، خاصة من الناس بعدة النواحي اللي موجودين فيها، وهذا شيء يضاف لنا مع أنها هي جائحة. فأنا ما أعتقد أن هي ذي الجائحة، علمتنا أشياء كثيرة. قرب القيادة لنا والدعم الكبير اللي حصلناه من القيادة، ما كن يمكن إذا الناس في ذاك الفترة ما تعرف إيش كثر عامة القيادة تهتم فيك أنت كشعب وكمواطن، أعتقد ذي الجائحة بتعلمك. لما تعلمك أنه والله ما في شيء حد مالي أو حد، خلنا نقول يعني احنا نتكلم دائما عن الاقتصاد والمال وغيره وهي مهم، لكن لما تيحق صحة الناس وأهميتهم حياتهم، لا 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 ما في هناك حدود. لما يكون القادة نفسهم يكونوا أهم الموديل بالنسبة لك، لما يكونوا أهم نفسهم اللي يعني اسمه العهد يكون مشارك في الترايلز أو في التجارب اللي موجودة، يعرض نفسه حق الخطر على أساس مصلحة العامة للناس، على أساس يبين حق الناس ويكون أولهم. هذه احنا بالعكس، هذه احنا يعني محظوظين بذلك. لما يكون جلالة الملك من اوائل الناس اللي تاخذ التطعيمات وينشر في كل مكان، ما هو بسهل ذي الشيء. لما يكون هناك في تحفيز للناس بوسام، بشكر دائم بتقدير من جلالة الملك، من سمو رئيس الوزراء، من العاملين، من الناس، من اخي، هذا شيء عظيم كبير. يعني ومثل ما خبرتك كان احنا وصلنا الى حرب، تجمعنا في هذا الحرب، تعاضدنا أكثر، عرفنا بعضنا بعض أكثر، وقمنا نفتخر في روحنا أكثر مما كنا إحنا قبل، والحمد لله نتائجها نجحنا وتغلبنا على 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 الجائحة إلى اليوم. وأنا أقول هذا نجاح مستمر، حتى لو هناك الجائحة وصلت بعيد الشر، زادت أو قلت استعدادات الموجود، المكاسب اللي حصلناها هذه تضخى لنا في الأيام عامة القادمة. ويعني هذه يمكن أنا، لكن حياتي اليومية ومعيشتي دائما مثل ما قلت إن فيه طبعا كثير من الصعوبة، فيه كثير من يعني الفراق، ولكن كان الفراق الجميل. ولكن أنا ما حصلته من هذه الجائحة أكثر من ما يعني خلنا نقول مو خسارته، ولكن خلنا أكثر من التعب اللي أنا اللي إحنا واجهناه في ذاك الوقت. ولكن فعلا كانت يومنا مو 24، كأقول لك يومنا 48 72 ساعة، كنا ما ننام يعني أيام يومين ثلاثة قبل، يعني ما ننام فيها. والله شوف التطور في القطاع الصحي كان جدا عامة، أول شيء أنه هو سريع وخطواته جدا يعني ثابتة، وفي استراتيجية من ورائه. يعني بضرب لك مثال، والبحرين أعتقد سباقة في ذي الشغلة. البحرين في قبل حوالي 60 سنة، خلينا نقول 1958 يوم منشئ مجمع السلماني الطبي، أو أكثر يعني نظام 70 سنة. في ذاك الفترة بني المستشفى السلماني للعلم كمستشفى ولادة وليس مستشفى عام. كان الأغلب الأسرة اللي موجودة فيه كان تخصصها للولادة. ليش في ذاك الفترة فكروا في ذلك؟ لأن المشاكل الرئيسية في البحرين في ذاك الوقت هو كانت وفيات الناس، الحوامل، وفيات الناس عند الولادة كانت كبيرة جدا في البحرين حتى بالنسبة للأطفال.
فبدأوا باستراتيجية في ذاك الوقت نحن لازم نعزز الخدمات اللي تقدم للأمومة والطفولة واللي تقدم للحوامل، وأن تكون الولادات ليست منزلية، تكون في المستشفيات ويكون في رعاية للأمهات برعاية ممتازة بحيث أن نقلل العدد. وفي نفس الوقت كان جهاز التمريض أو الممرضات في البحرين عددهم كبحرينيات قليل، يعني ما يطلع من 5% 6%. وضعت من ذاك الوقت استراتيجية أن هي تزيد عدد التمريض ويكون في هنا كذلك تعزيز الخدمات اللي تقدم حق الأمومة. أنا أتكلم عن 60-70 سنة. شو اللي صار طيب؟ صارت البحرين أرقام الوفيات الآن في الأمهات وأرقام الناس اللي وفياتهم لأقل من 5 سنوات وأطول الأطفال، إحنا حصلنا اللي هو هدفنا بالنسبة حق الأهداف المستدامة. البحرين هاي من 2000 من يعني إحنا في التارجت على قوله في الهدف من أكثر من 10 سنوات الآن. ونعتبر من أكثر الناس يعني فضل عدد أو خلنا نقول أقل وفيات على مستوى العالم. ليش؟ كانت في استراتيجية سابقة ووضعت لها خطط، والمستشفى اللي كان موجود كان له أثره، برنامج التمريض، بنية كلية للتمريض في ذاك الوقت على أساس تعزز الخدمات اللي موجودة تقدمها وزارة الصحة. شو اللي صار؟ صار إن 65% الآن أو أكثر 67% يمكن من الممرضات بحرينيات، ما تحصل ترى في أي منطقة، ما تحصل في بعض الدول الأجنبية، أقل من 20% قد يكون ممرضاتهم هم من نفس الجنسيات اللي موجودين فيه، خاصة عندنا في دول الخليج. التطور اللي صار بالنسبة للمستشفيات للمراكز الصحية كان مبهر كذلك بالنسبة للبحرين. المراكز الصحية يمكن في خلال 10 سنوات اللي راحت أو 12 سنة اللي راحت أكثر من 5 أو 6 مراكز أضيفوا في البحرين، 5 مراكز، وكل مركز يعتبر تايب A كذي، بكل يعني مراكز كبيرة. لما تروح تشوف مراكز بحرين الجديدة تشوفها فخمة كبيرة، فيها أشعة، فيها مختبر، فيها علاج طبيعي، فيها أمومة وطفولة بروحهم، فيها التطعيمات، وهذا الحمد لله اللي خدمنا الآن كذلك في الجائحة في استخدامهم. السلمانية معنا مستشفى قديم لكن تراكمات الزيادة عامة وصل إلى 1200 سرير في ذاك الوقت اللي أتكلم عنه في 58 كان أقل من 200 سرير، وضيف له 500 سرير في سنة 78، وضيف له 600 سرير في 98، وضيف له 200 سرير في حوالي 2000 تقريبا و10، وتمت الإضافات هذه إضافة إلى مستشفى الملك حمد، إضافة ممتازة بالنسبة حق البحرين والخدمات. وصار في هناك الآن مراكز تخصصية أكثر، البحرين فيه مركز أورام كبير على مستوى العالم، في مركز لجراحة القلب، مركز الشيخ محمد بن خليفة سابقا كان متصل بالدفاع، الآن مركز كبير قائم بحد ذاته، وهذه يعني يسمونه مراكز الامتياز أو مركز التميز الإكسلنس سنتر، هذول مراكز كبيرة. فهي الخطوات اللي موجودة للمراكز الصحية ومستشفيات في البحرين بصراحة في التطور. وأنا أعتقد البرنامج اللي جاي الآن برنامج الضمان الصحي بيكون بيثري كذلك هذه الخدمات أكثر، لأنه بيعطيهم صلاحيات التسيير الذاتي. هذا مشاكلنا أول، أنا اشتغلت في السلمانية كرئيس تنفيذي، صرت وكيل مساعد وكيل، وكنا نحصل مشاكل في قضية التعامل إداريا مع المستشفى لما ما يكون عندك الصلاحيات الكاملة. يعني تخيل أنت مثلا 5000 سرير في السلمانية عليها إدارة ما كان عندها مدير، مدير ما كان فيه، كان يرجعون إلى وكيل مساعد، شلون تقدر يعطي الصلاحية؟ بعض الوزارات في البحرين يمكن فيه 200 أو 100 وعليه وزير وعليه وكيل مساعد وعليه مدير وعليه، فهي تفرق وايد أن أنت لما تأخذ قرارك بنفسك كتسيير ذاتي في السلمانية، قرارك بنفسك في الرعاية الأولية، وتعطى الدعم الكامل أساس أن تقدم الخدمات بأكثر ما يمكن تقدر تقديمه. لذلك تطورها عامة بيكون إن شاء الله ملحوظ في الأيام القادمة. غير ذي الشيء الدعم للقطاع الخاص بيكون، لأن الحكومة بتستثمر كذلك في القطاع الخاص، بيكون أحد الباكيج أو أحد الحزم اللي بتصير. البحريني طبعا بيحصل نفس اللي هو حين عليه وزيادة، أنه لو تبتروح حق القطاع الخاص تعال ادفع بمشاركة بسيطة من عندك التأمين، يعني إذا قلنا التأمين 400 دينار، تدفع مثلا 100 دينار الحكومة تدفع عنك 300 دينار، وتأخذ الباكج في الخاص اللي الآن أنت ما تحصل إلا بفلوسك أنت الخاصة. أنا أعتقد هذا الشيء بعد بيطور الخدمات أكثر. فالتطورات كانت جدا ملحوظة ويعني لهذه، وإحنا محظوظين كذلك في جلالة الملك. وأنا كلمة في جلالة الملك بصراحة، لأنه دعمني مرة ومرتين وثلاث وأربع، يعني أنا وهذه الثقة أنا ما أنساها، ولذلك يخلينا إحنا في يعني مثل ما تقول إحساس بمسؤولية أكبر، ونحس بالتكليف أكثر من يعني أكثر من التشريف. لذلك يعني أنا
عينت من قبل جلالة الملك على مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهذه كانت لي خبرة فيها جديدة وصراحة يعني، ودرست كذلك فيه في حقوق السجناء والمحتجزين وقعدنا مع مختصين في ذلك وتوجيه على وجه لهم التحية، كانت مهمة جدا وجانب حقوقي مهم، لأن أنا أحب بعد كذلك الجانب الحقوقي مثل ما خبرتك أنه أخذت الحقوق، فكان وايد وايد مهم. وبعدها طبعا تعييني أنا كوكيل مساعد، تعييني كوكيل هاي بالثقة طبعا الملكية اللي أنا أعطيت يعني والحمد لله رب العالمين فيها. فأنا أعتقد الجانب الصحي في البحرين تمام ممتاز بالعكس، وأنا أعتقد أنه هو التطور كان مو بس سريع لكن استراتيجيته كانت بمثلة يعني أو تحتاج رعاية طويلة وأكبر السن اللي موجودين أن تكون خدمات. فإحنا نطمح أن تكون بداية سنة بداية 2023 يكون يسلم لنا يعني. طبعا في هناك الجانب الإنساني يعني جدا يعني، إذا أنا بتكلم عن من الأشياء اللي هي تهمني عامة في حياتي فالجانب الإنساني جدا مهم، فقضية التطوع مهمة جدا. ولعل أنا يعني صحيح كنت أشتغل في كوكيل وزارة لكن بعد كنت متطوع حتى في الكوفيد 19 لأعمال ليست بأعمالي، ولكن يعني الحمد لله أن زرت كثير من الدول اللي كانت تحتاج إعانة، وأنا أعتقد بعد هذه يعني تحيي للمؤسسة يعني الخيرية للأعمال الإنسانية وتحيي كبير جدا للأستاذ الفاضل الدكتور مصطفى السيد اللي تعلمت منه دروس في المدرسة دائما أتعلم منها، وأنا يمكن كنت معاه في كثير من الرحلات إلى ربطونا في الكوارتين على قولتهم كنا يعني فعلا الطيارة أصلا كانت حق شحن ما فيها كراسي أصلا تنحط، وهاي كانت يعني جدا رحلة تحدي فعلا صعب. إيه نعم قعدنا صحيح صحيح إيه نعم، فكنت موجود معاه في ذيك الرحلة إيه نعم، وأنا بعد يعني محظوظ أن رحت مع غزة كذلك وكان في وقت الحصار وكان في هناك حرب. من الأشياء اللي يعني رحت فيه دول يعني رحت كوسوفا أو البوسنة والهرسك، وكان في ذاك الفترة يعني مع أحد الجمعيات وفي نفس الوقت مع جمعية أطباء بلا حدود وساعتهم كذلك في تقديم الخدمات. الواحد ما تعرف يا أخوي أنس إيش كثر يعني يضيف له الأعمال عامة التطوعية، وأنه يروح يحس أنه هو يعني ترى إحنا ما نبذل كثير للناس وفي ناس كثير في العالم بحاجة لهذه الخدمات. هناك من الأشياء سبحان الله الصروف اللي الواحد أنا رحت على عيلة، هذه عيلة كان عندهم اثنين عندهم أذكر سكر أولي يعني دايبتك تايب 1، واثنين من عياله وكانت امرأة عجوز كبيرة في السن. فيوم رحنا احنا المنطقة اللي هما فيه كانت نائية جدا ما وصل لهم أحد من قبل، كانت بعض المعونات يقطونها بالطيارات لهم وفيها مثلا أدوية شاش وغيرها أشياء اللي هي حق الجروح. فيوم اللي أنا وصلت لهم يعني قالت إن أنا هذه عيالي اثنينهم عندهم سكر وكان عندهم الإنسولين، وإحنا حين من أكثر من سنة تقريبا يعني 9 شهور يمكن ما أخذوا إنسولين. قلت لهم ما معقولة يعني عيالك على إنسولين وما حصل، ما ظنيت إن يمكن تايب 2 بعد يمكن يكون أول هو السكر الثاني، لكن هو السكر الأولي وليس الثاني. كان غريب جدا أنك تتم الواحد بالحياة إلى هالفترة هذه يعني الواحد ما يحصل إنسولين في الفترة يعني 3-4 أيام يمكن خلاص يعني يصير سكر كثير وتوفى. فقلت لهم أنتوا شو تسوون شلون تداوون؟ قالوا ما يقطون علينا أدوية. قلت ها معناته يعطونكم إنسولين؟ قالت لا يعطوني هذا الشراب. فرحت أشوف الشراب اللي هو كان الأيودين مال تنظيف الجروح. فتخيل كانت يعني بإيمانها برب العالمين فقط وهم ذلين كانوا مسلمين في ذاك الوقت كذلك تعطيه يود أو تعطيه اللي هو الأيودين خلينا نقول اللي هو حق العلاج الجروح، وهو مادة تعتبر أصلا يعني غير صحية وممكن تكون سامة لو شربتها بالضبط. تخيل في هذي كانت تشربهم كل يوم وتارك أو يومين في الأسبوع. هي أصلا ما كان الدواء سلمك الله ولكن هي سبب لا أكثر ولا أقل، لكن تشوف شلون الناس في يعني لما الواحد رزقه يجي أو أن رب العالمين يعني يرحم الناس رحمته توصل حق أقصى مدى وأقصى مكان لو كان عامة يعني شنو موجودين فيهم. فأنا جدا استغربت من هالحال كانت غريبة علي حتى طبيا. طبعا في ذاك الوقت شفت من مآسي الحروب اللي الله يبعدنا عن الحروب يعني في أكثر يمكن يعني خاصة في هالمكان، شفت أطفال عندهم دوالي في ريلهم من كثر وقوفهم من كثر مشيهم لمدة يومين ثلاثة يعني متواصلة. كان في كوسوفا
وكان يعني بعض ال تعرف إن لم يقبلون عليك يحتاجون علاج مو علاج، وليس بس كانوا يحتاجون علاج، لكن إلى جانب علاجهم كانوا يحتاجون علاج نفسي، كانوا يحتاجون علاج روحي. كان الغريب إنهم كانوا يحتاجون أحد يعلمهم الدين، يعلمهم الإسلام، خاصة عقب ما صارت المسألة صارت كانها يعني حرب إلى حد ما لها توجه ديني، فكان بعد يبون يعرفون أكثر عن الإسلام في ذاك المكان. لكن إنسان الحمد لله أنا رحت إلى كثير من الدول لتوصيل المعونات، وهذه يعني فضل رب العالمين علي في كثير من الدول اللي كانت تحتاج عامة دعم إنساني. وفي جميعها كان في قصص طبعا كثيرة ولها مآثر كثيرة على نفسي، لكن الدرس اللي احنا نتعلمه دائما ان نحط في بالك انت هنا جاي بنعمتك بكل اللي عندك ترى، وتحس انك ساعات متضايق وتحس ان انت عندك قصور، ترى في من هو اشد منك في هالبلاء في هالعالم، وفي من هو يعني اعتقد ان هناك في حاجة كبيرة. انا اعتقد هالبحرين يوم قاموا وفزعتهم ويونا 35,000 متطوع في فترة بسيطة حق الكوفيد 19 مهم جدا في بلدك، مهم جدا كذلك برع بلدك. وأعتقد الناس يبدأ تستثمر شوي، تستثمر في نفسها، في علمها، في فلوسها، في دعم الناس اللي عامة تحتاج. فأنا إذا عندي كلمة ختامية أشكركم شكر جزيل، وأشكر جميع من كان له يعني بعد رب العالمين فضل علي بوجودي في هال في هال في هال ما قمت فيه الآن الحمد لله بالعين، واللي أنا بعد أطمح أكثر وأكثر، وهذا القيم متوقف. فأشكر جميع من كان سبب الأسباب أن يكون وليد المانع على ما هو عليه الآن.